اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في الزمان: تفاهمات لتشكيل لجنه عليا تدير الحوار بين بغداد واربيل قريبا. في العرب الجديد: مستشار العبادي، أربيل توافق على تسليم المعابر الحدودية. في المدى: مبعوث ترامب يقول إعادة الإعمار في العراق تعتمد على إصلاحات حكومته. كتبت الخليج الإماراتية: المعارضة السورية تحاصر قوات النظام وتقتل 20 من عناصره في حرستان. في الشرق الأوسط: الجيش اليمني يحرر جبل القرن الاستراتيجي في لحج. وفي الخليج أونلاين: حماس تدعو السلطة لإعلان انهيار التسوية ردا على قرار الليكود. ختاما في القدس العربي: محتجون إيرانيون يهاجمون مراكز للشرطة والأوضاع تزداد تدهورا. ومن عناوين الصحف إلى زاوية المقالات، والبداية مع هذا المقال: إذ كانت مفردة الاحتلال تعني سابقا الاحتلال الإنجلو أمريكي للعراق عام 2003، فإن المفردة اتسعت وامتدت في الأعوام الأخيرة لتشمل خلطة قوى أخرى من بينها إيران وميليشياتها والقاعدة وتنظيم الدولة، بالإضافة إلى التحالف الدولي المكون من 64 دولة بقيادة أمريكا، مما جعل مفردة الاحتلال قابلة للتمطيط والاستخدام. هيفاء زنجنة تقول في صحيفة القدس العربي: إن العراق أصبح منذ غزوه شاهدا على تعدد أوجه الاحتلال ومسمياته، لا من قبل القوى الإمبريالية فحسب، بل ومن قبل الأحزاب المحلية والأممية أيضا. عاش ولا يزال العراقيون يعيشون هذه المتغيرات المتزامنة مع تغيير هيكلية الجيش الأمريكي وتبني سياسة مكافحة التمرد وسياسة أمريكا الخارجية وصراعها أو تراضيها مع دول إقليمية على مبعدة من أراضيها. فوجود عدو خارجي مهما كان اسمه، تنظيما كان أو دولة، ضروري لديمومة الأنظمة التي تعاني من مشاكل كبيرة مع شعوبها. إنه أداة تحويل الأنظار ومشاعر الغضب من المستبد الداخلي إلى الخارج، أو إلى تنظيم أو مكون داخلي يتم تسويقه شعبويا باعتباره أساس كل بلاء ومأساة تصيب الناس. كما في لعبة جر الحبل يتجاذب العراق الوضعين العالمي والإقليمي، حيث يتزايد عدد القوات الأمريكية ومعظمها من القوات الخاصة كلما اقتضت الحاجة، وقد شاركت قوات الاحتلال تحت مسمى قوات التحالف في قصف المدن بكثافة أدت إلى قتل آلاف المدنيين، كما ساهمت في القتال على الأرض مستخدمة أسلحة لم ترغب الإدارة الأمريكية بتسليمها إلى القوات العراقية. وتشير تصريحات القادة العسكريين إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي باقية ما دامت هناك حاجة لمحاربة الإرهاب، أو ما دام مسمار جحا في البيت العراقي. الكاتبة ترى أن مسمار جحا وفر لإيران أيضا ذريعة التدخل العسكري الصريح في الشأن العراقي، سواء عن طريق القتال المباشر أو دعم الميليشيات المنضوية تحت مسمى الحشد الشعبي. وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله الفساد المستشري في الحكومة والمؤسسات وانعكاساته على ما تبقى من هيكلية الدولة وأعداد النازحين المليونية والحرمان من التعليم والخدمات، لوجدنا أن مساحة التفاؤل صغيرة ما لم تنزل الجماهير العراقية إلى الشوارع لاستعادة ملكيتها بأنفسهم كما يفعل الإيرانيون اليوم. ليس من باب قراءة الفلك توقع ما سيحصل للعراق هذا العام 2018 بكل ظروفه السياسية الأمنية والاقتصادية،
وليس من باب التجني على حكم الأحزاب قراءة أرقام مسلسل الألم والحرمان وتفكك الاقتصادي والاجتماعي الذي ساد هذا البلد خلال 15 عاماً مضت. الدكتور ماجد السامرائي يقول في صحيفة العرب اللندنية إنه ليس جديداً القول بأن حيثيات واقع العهد الجديد صنعها الأمريكان بعد أن بشروا شعب العراق بأنه سيكون بلد الحرية والديمقراطية والرفاه وحقوق الإنسان. من حق العراقيين الموجوعين أن يتساءلوا ويقارنوا ولا نقول يحلموا، فالحلم تلاشى منذ الأيام الأولى لعهد الاحتلال، فلا توجد شعوب في الأرض حكى عنها التاريخ أنها تعايشت وقبلت باحتلال وطنها إلا ممن مسحوا ولمعوا أحذية جنود المحتلين من العملاء والمتعاونين. الاحتلال قايض المتعاونين معه في السلطة الطائفية مقابل بقائه وحماية جنوده. أصبحت أرقام حصاد 15 عاماً مذهلة، وقد أعلنتها منظمات إنسانية دولية معروفة ومنظمات الأمم المتحدة المتعددة، وأهم ما تقوله بعض تلك الأرقام هو 3.5 مليون مهجر خارج العراق، و4 ملايين نازح داخل العراق، و5.5 مليون طفل يتيم، و2 مليون أرملة، و35% تحت خط الفقر، و6% يتعاطون الحشيش والمواد المخدرة. أليس عاراً على السياسيين حكاماً وقادة أن يصبح هذا البلد في قوائم البلدان 12 الأكثر تخلفاً في العالم، وهو الذي بلغت مبيعات نفطه بين 2003 و2016 $1,000,000,000,000 سرق منها بصورة مؤكدة ما لا يقل عن $300 مليار؟ الكاتب يتساءل كيف تواجه أعين جميع السياسيين المنتفعين من السلطة قوافل الألوف من الأطفال اليتامى في الكرفانات سيئة الصيت أو آلاف الثكالى اللائي فقدن أزواجهن وأولادهن في الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك وحزام بغداد. صحيح أن هذه القوافل المليونية المظلومة صامتة بسبب تعبها وإعيائها، لكن صمتها هذا يربك معسكر تجار السياسة. مع تواصل التظاهرات في المدن الإيرانية احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات وفشل النظام في تحسين الأوضاع المعيشية، تغيرت الشعارات المطلبية إلى شعارات تمس شخص خامنئي ذاته وتطلق عليه صفة الدكتاتور، ولا تمزق صوره في الشوارع والساحات العامة وتطالب برحيله فحسب، بل تنادي أيضاً بإسقاط مبدأ ولاية الفقيه تحديداً. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن هذا تطوراً جوهرياً لافتاً، فولاية الفقيه ليست من استحداثات خامنئي بل تعود إلى الخميني نفسه، وبالتالي فإن رفع شعار إسقاط المبدأ يحمل مفعولاً رجعياً أيضاً. ليس أقل أهمية أن شعارات الاحتجاج تطورت في اتجاه الربط بين تدهور معيشة المواطن الإيراني داخل البلد ومغامرات التدخل الخارجي المكلفة التي ينخرط فيها النظام الحاكم، والمكاتب الأمنية والعسكرية والسياسية المرتبطة مباشرة بالمرشد الأعلى على وجه التحديد. من هنا تبدو تظاهرات أواخر 2017 مختلفة نوعياً عن تظاهرات عارمة سبق أن شهدتها العاصمة طهران سنة 2009 احتجاجاً على مؤشرات تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمود أحمد نجاد. ورغم أن تلك التظاهرات نجحت في استقطاب الملايين مقابل الآلاف فقط في التظاهرات الحالية، فإن شعاراتها ظلت إصلاحية عموماً ولم تبلغ مستوى المطالبة برحيل الدكتاتور وإسقاط ولاية الفقيه. وحتى الساعة يبدو رد فعل السلطات الإيرانية كلاسيكياً يحتذي بالأنظمة العربية التي شهدت اندلاع تظاهرات احتجاج شعبية، فبدأت بحجب منصات التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى اتهام المتظاهرين بإثارة الشغب، ثم استخدمت وسائل قمع تراوحت بين الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي قبل أن يعلن الرئيس روحاني أن انتقاد السلطة حق يكفله الدستور، ولكن دون مخالفة القانون وتخريب الممتلكات.
في ختام افتتاحيتها ترى الصحيفة أنه من المبكر التكهن بالمسارات التي سوف يتخذها هذا الحراك الشعبي المتعاظم في المدن الإيرانية، ولكن ليس من المبكر أن تستخلص السلطات الإيرانية الدرس الأهم والأبكر أن نيراناً أشعلتها محروقات الشعب لا تطفئها خراطيم المياه وحدها. أما صحيفة الخليج الإماراتية فترى أن اللعبة التي استمرأتها القيادة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة في دعم الميليشيات والأذرع المسلحة الموالية لها بهدف هدم الاستقرار في مختلف دول المنطقة العربية بدأت توابعها ترتد عليها وتنخرها من الداخل، فالأحداث التي تشهدها مدن إيرانية عدة تؤكد أن خطط طهران لضرب استقرار المنطقة اصطدمت بحائط شعبي كبير بدأ يعي أن هذه الخطط أخذت من الشعب الإيراني الكثير من ثرواته التي أقدمت القيادة على تبديدها في حروب لا ناقة للشعب فيها ولا جمل. لقد راهنت إيران على عوامل التململ والغضب التي سادت بعض البلدان العربية المتطلعة للتغيير بسبب الفساد الذي ضرب وما يزال يضرب بعض الأنظمة فيها لتتغلغل أكثر وأكثر وتدعم الميليشيات التي تتواجد في هذه البلدان بهدف تغيير أنظمتها لتصبح حليفة لإيران وتابعة لها وأداة من أدواتها لهدم الاستقرار فيها كما هو الحاصل في العراق وسوريا ولبنان واليمن. لكن القيادة الإيرانية لم تدرك عواقب مغامراتها هذه واعتقدت أنها تمكنت من تثبيت حلفائها عبر وسائل عدة أبرزها عسكرية ومالية وإعلامية. كانت القيادة الإيرانية تعتقد أن سياساتها التخريبية في المنطقة ستمنحها حرية حركة أكبر لتزيد من دعمها للميليشيات المسلحة في الدول الأربع التي تفاخر قادتها أن عواصمها سقطت في أيديهم، لكن هذه القيادة فوجئت بالاحتجاجات تنتقل إلى عقر دارها وصارت تهدد بقاء السلطة نفسها، فالغضب الذي ساد شوارع المدن الإيرانية المختلفة يثبت أن النظام فقد ثقة الشعب به وصار لزاماً عليه البحث عن مخرج يؤمن عدم سقوطه الذي قد يتحول إلى حقيقة إذا استمرت سياسته على نفس الخط. الصحيفة تقول إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع احتجاجاً على البطالة واستنكاراً لتدخلات قيادتهم في شؤون الدول الإقليمية بدعم الميليشيات في هذه الدول وتمكينها من الحكم، قالت إنه بداية صحوة ستراكم بلا شك أو تراكم العوامل لإسقاط النموذج الطائفي الذي بني على مدى عقود وفق رؤية دينية متزمتة لا صلة لها بالواقع، وهو النموذج الذي نجده يتصدع أمامنا اليوم. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالاً للسجين السياسي السابق في إيران ومحرر موقع إيران واير مازيار بهاري يتساءل فيه عما إذا كانت إذا كانت الاحتجاجات الجارية في إيران تعبر عن ثورة ثانية. ويجد بهاري أن رمزية الاحتجاجات في مدينة مشهد لم تفت ملايين الإيرانيين في المدن الأخرى التي تعاني من الضغوط الاقتصادية، فإذا كانت مشهد بالقيود المفروضة كلها عليها يمكنها فعل ذلك، فلماذا لا تستطيع رشت وكرمانشا وأصفهان وساري وغيرها من المدن أن تخرج إلى الشوارع أيضا؟ الكاتب يلفت إلى أن المتظاهرين تشجعوا في المناطق الأخرى للخروج بعد المساحة الصغيرة التي منحت لمشهد، حيث خرجوا للتعبير عن سخطهم من سياسات الحكومة الاقتصادية والخارجية، ويضيف أن معظم المتظاهرين هتفوا ضد التطورات الأخيرة التي زادت من معاناتهم وإهانتهم من ناحية السياسة المحلية وسياسة الهيمنة في المنطقة، حيث يعد الكثير من الإيرانيين أن مساعدة حكومتهم لحركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان ونظام الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن لا داعي لها، بل هي خيانة. ويستدرك الكاتب بأنه رغم عاطفية الجماهير وطاقتهم فلا أحد يعرف ماذا يحدث في إيران،
حيث شعر المحللون بالارتباك والتزم بعضهم بالصمت. أما الناس في الشوارع فإنهم دعموا أي شخص يهتف ضد روحاني وخامنئي، لكن على خلاف 2009 فلا أحد هناك ليرشدهم. ويتساءل الكاتب، هل كانت ثورة؟ ليس بعد، فالحكومة في إيران هي عدوة نفسها والشعب يعرف هذا الأمر، فالمصاعب الاقتصادية قد تؤدي إلى الاقتتال وإنهاء النظام الفاسد، وكعادتها ستحاول الحكومة تجاهل مظالم الإيرانيين وتحميل العملاء الأجانب والإمبريالية الصهيونية المسؤولية. ويختم الكاتب بالقول إن الإيرانيين تعلموا بعد 40 سنة من العيش في ظل جمهورية ولاية الفقيه أن يرفعوا صوتهم تدريجياً وبذكاء وبطريقة سلمية بشكل يدفع الحكومة لتمزق نفسها. وقد يختار حكام إيران لوم الأجانب والصهاينة، لكنهم لا يعرفون أن العدو الحقيقي قريب من البيت. كثيرة هي الأحداث التي عايشناها خلال السنوات الأخيرة والتي أكدت حقيقة طالما هرب منها السياسيون الفلسطينيون والعرب، وهي أن السلام مع الاحتلال الصهيوني هو وهم يسعى له هؤلاء السياسيون. ياسر الزعترة يقول في صحيفة الدستور الأردنية إن التطورات الأخيرة بشأن مدينة القدس جاءت لكي تمنح هذه الحقيقة مزيدا من التأكيد، تركة السؤال الأكبر من دون إجابة حتى الآن، وهو هل ستؤدي تلك الأحداث فعلا إلى إقرار الساسة بها أم سيواصلون مطاردة الوهم؟ الحق أن الأحداث التي نشير إليها هنا ليست جديدة تماما، وربما امتدت لعقود منذ الاحتلال الثاني في عام 67، ثم تحديدا بعده بسنوات حين اعترف النظام العربي الرسمي بالقرارات الدولية ومنح اعترافا ضمنيا للصهاينة ب 78% من أرض فلسطين. لكن تطورات ما بعد أوسلو تبدو أكثر وضوحاً، إذ عول الكثيرون على أن تطور السلطة التي أنشأها اتفاق أوسلو إلى دولة ما تكون قابلة للحياة. راهن ياسر عرفات على ذلك ومعه النظام العربي الرسمي، لكن المسيرة انتهت باغتياله، ثم جاءت الجولة الجديدة بتوقيع ورثته، وهي التي انتهت إلى الخيبة لتداهم الجميع التطورات الأخيرة عبر التشدد في خطاب نتنياهو وانقلابه حتى على ما عرضه أسلافه من قبل، ثم قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، وما بين ذلك من عمليات استيطان وتهويد ها هي تأخذ شكلاً وقحاً في الأيام الأخيرة عبر إعلانات تترى عن برامج استيطانية واسعة النطاق في الضفة الغربية والقدس، وها هو حزب الليكود يصوت بالإجماع لصالح ضم الضفة الغربية. خلاصة القول كما يشير الكاتب هي أن كل ما يجري يؤكد الحقيقة الكبرى، وهي أن هذا الصراع لن يحل بالتفاوض بأي حال، وهو بين خيارين، إما المراوحة بانتظار جولة كبرى تحسمه نهائياً، وإما اندلاع جولة أقرب تتمثل في انتفاضة شاملة تفرض على الاحتلال الصهيوني الانسحاب من دون قيد أو شرط من الأراضي المحتلة عام 67. ولا شك أن المراوحة تمثل مصيبة يتحمل وزرها من يصرون عليها وليس الشعب الجاهز للمواجهة وتقديم التضحيات. إلى زاوية الأخبار المنوعة، واخترنا لكم هذا الخبر حيث خضعت مريضة في بريطانيا مؤخراً لعملية جراحية فريدة من نوعها، وباتت تعيش اليوم بفضل بطاريات خارجية تحملها في حقيبة. وبحسب صحيفة الرأي الأردنية فإن سلوى حسين البالغة من العمر 39 عاماً هي الوحيدة التي تعيش بهذه الطريقة الطبية في بريطانيا، وتحمل حسين وهي أم لطفلين، تحمل في حقيبة ظهرها جهازاً ببطاريتين يزن نحو 7 كيلوغرام، وهو عبارة عن محرك كهربائي ومضخة لدفع الهواء. وتقوم البطاريات بدفع الهواء إلى كيس بلاستيكي في صدر المريضة عن طريق أنابيب لأجل إتاحة الدورة الدموية في الجسم.
وبدأت قصة حسين قبل 6 أشهر حين شعرت بضيق حاد في التنفس، فقررت أن تقصد الطبيب لتتأكد مما حل بها، فوجدت أنها تعاني ضعفاً كبيراً في عضلة القلب. وإزاء هذا الوضع الحرج أزيح قلبها الطبيعي وتم وضع قلب صناعي في مكانه، لكنه يعمل ببطاريتين في الخارج. نتمنى لكم السلامة. نذهب الآن وإياكم إلى زاوية كاريكاتير اليوم. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم. نلتقيكم على خير لاحقا بحول الله. إلى اللقاء.